بيراميدز حاجه كويسه الحقيقه، وصل للمباراه النهائيه وعمل شكل كويس. انا بيراميدز دي من اول ما اتعملت الادوار الاولى خالص بتقول ان هي المرشح الاساسي للبطوله دي. فرقه كويسه جدا تلعب بلا ضغوط، امكانيات فنيه وبدنيه كويسه جدا. البطوله نفسها ما فيهاش اسامي فرق كبيره، يعني زي كان كسب الكونفدراليه الزمالك اسم كبير، في فرق بيبقى مثلا بتبقى فرقه كبيره بس برضه موجوده بتنزل مثلا في الكونفدراليه، لكن انت البطوله دي ما فيهاش اسامي زي مثلا. يا اخي اول مره احس برضه بغياب الشعبيه والجمهور، عارف بيراميدز في نهايه الكونفدراليه ان شاء الله باذن الله ياخد البطوله، ما يعني بص الخبر لو احنا ما بنظهروش. بس اسالك سؤال بقى، بس زي المقاولين لما كسب في التمرين. ماشي بس انت هو انت هو انت بس انت مبسوط؟ اه طبعا طبعا. بس برضو انا عايز اسالك سؤال، هو انت بتبني جمهور ازاي؟ من بطولاتك. بطولات اللي بنى تاريخ نادي الزمالك مين؟ الجيل بتاع الستينات، كابتن حماده الله يرحمه والناس بتاع. انت لما بتكسب بطوله خلي بالك الطفل الصغير اللي طالع برضو الكلام ده، برضو في ناس بتحاول تقوله على تويتر وعلى السوشيال ميديا وبتاع، ناس بتلاقي نجوم لعيبه قدامى كاتب بتاع مهما عملتوا انتوا مالكوش جمهور. لعيبه القدام ضايقينك في حاجه اليومين دول؟ كلهم 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 بتحسب لعيبه القدام. اه والله اصل انا بقرا حاجات الناس بتكتب كل واحد حر، لا بس بيقولوا حاجات مش معقوله يعني كده الناس. لو اختلاف الاذواق لبره السلع. لا 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 ده بالعكس، ده هم اذواقهم واحده واحده هي نفس بتاع ان انا عايز اكسب جمهور. تعملي لسته باللعيبه القدامى دي نتكلم معاهم النهارده. انا عايز اسالك سؤال، تمام؟ انا عايز اسالك سؤال، النادي الاهلي بنى 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 شعبيته بايه؟ الجمهور. بالبطولات. بالبطولات. النهارده بيراميدز لما ياخد الكونفدراليه والسنه الجايه خد الدوري، صح؟ هتلاقي في جيل صغير طالع بيقول لك اه لا انا هشجع بيراميدز، انا بحب عبد الله السعيد، انا بحب عمر جابر. انت النهارده لازم تشجع الانديه، انت خلاص في امر واقع يا سيف، خلي بالك انت في امر واقع النهارده، ان انت طلع لك سيراميك كليوباترا وطلع لك البنك الاهلي، هيطلع لك انديه الدوري هيبقى 70% منه انديه من غير جمهور، صح؟ امر واقع شئت ام ابيت، لان الدوله مش عايزه تغير سيستم ان هي تبيع انديه شعبيه. ما هو تركي آل الشيخ المنتشر، تركي آل الشيخ كان هيشتري الترسانه، صح؟ لو كان هو اشترى الترسانه كان زمان الترسانه دلوقتي هو اللي مكان بيراميدز، كان اسمه الترسانه بيراميدز، سميه الترسانه بيراميدز. باك الترسانه عنده جمهور. طب ليه بايه؟ باللعيبه الكبار اللي جابها في الستينات، كابتن مصطفى رياض وكابتن شاذلي الله يرحمه وكابتن ابو العز اللعيبه دي خلت ناس تروح لعبه كرة حلوه، فخلت ناس تروح انا عايز اتفرج على كرة حلوه، تمام؟ طيب؟ وفي نفس الوقت ايه اللي حصل؟ كان عندهم القوه الشرائيه ان ما فيش اللعيبه دي مش هتمشي من عندي وتروح الزمالك والاهلي. الاهلي حاول يمضي مصطفى رياض، كابتن مصطفى رياض، انا كابتن مصطفى كان بيقول لي يعني قعدوا 6 سنين بيحاولوا يمضوه ورا بعض، لكن كل مره الاهلي عايزه الترسانه بيدفع له. انت عارف يعني كام سنه عشان البيراميدز يبقى عنده جمهور من وجهه نظرك؟ ممكن 10 ممكن. وليه لا؟ انت لازم تشجع الناس المستثمرين ان هي تيجي تستثمر عندك وتشتغل وتبني جمهور. والنهارده بس عايز نفس ان هو يفضل ثابت. لا ما هو المقاولين بقاله 80 سنه مالوش جمهور يعني غير الناس العاملين. هي مهما خلي بالك ان بيراميدز السنه الجايه حزم المقاولين عنده اللي بيشجعوا هتلاقي اللي بيشتغلوا في المقاولين. بس المقاولين حصل له دروب ماشي بس كسب يعني فتره لما كان كسب. في فرق بين مشجع انا مثلا من متابعين بيراميدز، بحب اتفرج على بيراميدز بس مش بشجع بيراميدز، بس بحب اتفرج عليه ولو بيلعب مثلا مع فرقه احب يكسب طبعا. طب انا اقول لك حاجه، لكن زي المقاولين في التمرينات كنت بحب جدا اتفرج على انطوان بيل وحمدي نوح وجمال سالم والفرقه الكبيره دي، بس مش بشجع الزمالك، بس احب اتابع اتابع الاسماعيلي ابني. لكن انت ممكن تتابع بيراميدز بس تشجعه من قلبك، هتلاقي اللي بيشجعه مثلا اللي هو ابنه بيلعب في بيراميدز، اللي عايز اللي بيشتغل في المنظومه. ممكن سنه خلي بالك زي وادي دجله يعني هيبتدي اولاد صغيرين قطاع ناشئين. بس وادي دجله مختلف، وادي دجله نادي كبير انديه كبيره وعنده لعبات كثيره فعنده سكيل كبير. بس انا مقتنع مع مين يعني الوقت والبطولات بس اكتر متابعين او يعني او جابين يعني في السنتين دول. خلي بالك انت لما تيجي تتفرج مثلا لماتش بيراميدز في الدوري هتلاقي ناس كتير بتتفرج على بيراميدز دلوقتي. انا بحب اتفرج وانا بحب اتفرج على بيراميدز، كوره كويسه وماتشاتها حلوه.